برنامج الأمن، أمن الوطن واجبنا كلنا. يا مرحبا ومسهلا فيكم أعزائي المستمعين، رجعنا لكم هذا الأسبوع بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج الأمن. نتمنى منكم إن شاء الله تستفيدون من هذه الحلقة، ومعاي أيضا في الاستوديو هني الزميلة مريم محمد. نتمنى من جميع المستمعين والمستمعات أن يستفيدون من هذه الحلقة اليوم. يا هلا فيك أخوي أبو طلال، ومرحبا فيكم مستمعين. طبعا موضوع حلقتنا راح يتناول تعزيز مفاهيم السلامة العامة مع دخول فصل الشتاء، ولكن قبل ما ننطلق في حلقتنا تقبلوا طبعا تحيات فريق العمل معكم من التقديم والإعداد الرائد علي نجم ومريم محمد، وأيضا عندنا في النقل أوزير مختار، ومن إخراج هذا البرنامج معكم الملازم أول مروة حمد المعراج ومساعد ملازم ثاني عبد الرحمن البطي. مثل ما قالت الزميلة مريم محمد بأن موضوع حلقتنا اليوم راح يتناول تعزيز مفاهيم السلامة العامة مع دخول فصل الشتاء. خلكم ويانا، راح نطلع إن شاء الله فاصل وراجعين لكم. تغريدات الوزارة. في أولى تغريدات الوزارة، أعزائي المستمعين، خلال المجلس الافتراضي سمو محافظ الجنوبية يؤكد أن التواصل الدائم بالأهالي نهج راسخ لتحقيق الشراكة المجتمعية الرائدة. الشراكة المجتمعية طبعا يعني هي تعتبر حجر أساس وركن أساسي ضمن منظومة العمل في وزارة الداخلية، وأكيد للمحافظات طبعا بوجه عام دور كبير مريم في تعزيز هذا المفهوم وتأصيله في المجتمع البحريني. وما يخفى طبعا عليك مريم، أكيد تدرين بأن المحافظة الجنوبية ما شاء الله من المحافظات النشطة في 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 هذا المجال، وهذه مو غريب على سمو محافظ المحافظة الجنوبية، التقاء الدائم ودعم الدائم لأهالي المحافظة الجنوبية. مستمعينا، طبعا ننتقل للتغريدة الثانية. المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني تمنح مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني وسام الضابط الدولي. طبعا احنا نبارك لسعادة مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني العميد علي محمد الحوطي. طبعا ما جاء هذا تكريم أخوي طبعا إلا نظرا لجهود الإدارة العامة للدفاع المدني وما يقومون به في الحفاظ طبعا على سلامة المواطنين والمقيمين. ما في شك بأن هذا التكريم طبعا حصوله على هذه الوسام يعني خلينا نقول إضافة لجهود أيضا الدفاع المدني بوجه خاص ووزارة الداخلية أيضا بشكل عام وارتقائها، ووجود عناصر مثل هذه العناصر يعني لها يعني جهود كبيرة على المستوى حتى الدولي إن صح التعبير. التغريدة الثالثة أعزائي المستمعين تقول مدير إدارة شؤون التراخيص يؤكد أن 300% نسبة زيادة الإقبال على مراكز الفحص الفني الخاصة. مراكز الفحص الفني الخاصة منتشرة طبعا ومعلن عنها من قبل الإدارة العامة للمرور، موجودة في مختلف مناطق ومحافظات مملكة البحرين. نسبة الإقبال على الرقم من خلينا نقول التدشين القريب لهذه الخدمة يعكس وعي المجتمع البحريني وتواصل أيضا حتى مع وزارة الداخلية، ووجود شراكة حقيقية بين الناس وبين وزارة الداخلية. أيضا حرص يبين أن حرص وزارة الداخلية على أن هي تخفف بعض الأعباء على المواطنين والمقيمين. إدارة العامة المرور مشكورة حقيقة على الجهد اللي قامت فيه من خلال طبعا التنسيق لتدشين هذه المراكز أو مراكز الفحص الخاصة. وفي تغريدتنا التالية، شؤون الجمارك تطلق خدمة دفع عدة بيانات جمركية بمعاملة واحدة عن طريق الحكومة الإلكترونية. مثل ما احنا عارفين طبعا الخدمات الإلكترونية والتحول التوجه الوزارة طبعا للتحول الإلكتروني في تقديم الخدمات، طبعا هذه من شأنه انه يوفر طبعا سهولة انجاز المعاملة، يعني كسب الوقت على مثلا العميل وغيره.
يعني. وأيضا طبعا شؤون الجمارك طبعا من الإدارات أو الجهات طبعا النشطة جدا اللي تسهل معاملاتها لطبعا عملائها. والدليل أنهم توهم فايزين بجائزتين في جائزة التميز للحكومة الرقمية. نعم. وهذه طبعا إنجاز لشؤون الجمارك، ويحسب هذا الإنجاز لجميع منسوبي الجمارك وعلى رأسهم معالي رئيس الجمارك. في التغريدة التالية، شرطة الجنوبية تتمكن من القبض على شخص انتحل صفة موظف حكومي واحتال على عدد من المحلات التجارية. طبعا دائما احنا نرد نكرر بأن رجال الأمن متواجدين على أهبة الاستعداد وعلى مدار الساعة، والهدف منهم والهدف من وجودهم طبعا حماية ممتلكات المواطنين وأيضا المقيمين في مملكة البحرين، والجهود اللي تبذلها مديريات الشرطة حقيقة جهود مضنية في سبيل تحقيق هذا الهدف. ومديرية شرطة محافظة الجنوبية من المديريات النشطة في هذا المجال وفي مسألة القبض على مرتكبي الجرائم، حتى وإن استخدم المجرم أي أسلوب. أساليب. أي أسلوب. طبعا آخر تغريدة لهذا الأسبوع خلال زيارته لموقع بحيرة اللوزي بمدينة حمد، محافظ الشمالية يشيد بجهود وزارة الأشغال في تطوير البنية التحتية. يعني جهود المحافظات بشكل عام وبالأخص محافظة الشمالية في يعني حل الملفات الاجتماعية والبنية التحتية والخدمات اللي طبعا تسهل ومن وجود طبعا الخدمات للمواطنين والمقيمين. طبعا يعني التعاون أيضا له دور بين الوزارات، سواء كانت وزارة الأشغال وزارة الإسكان طبعا في حل طبعا الملفات الإسكانية وغيرهم. أعزائي المستمعين، كانت هذه فقرتنا لتغريدات الوزارة. ننتقل معكم إلى فقرة أخرى وهي فقرة الأمن خلال الأسبوع، ولكن بعد الفاصل. عمليات زين، حادث سياره مدهوره وفي اصابات ابوي. طوارع اخوي عندنا حريقه في البيت اخوي. طوارع بغيت لو سمحت تعرفنا سمح، عندنا حادث سياره وكذا. طوارع درنا فاير دي من محرك. طوارع لو سمحت ابوي انا تبعت علي حراره السياره والحين واقف في الشارع. طوارع نعم يا اخوي، ظاهر داشين بيتنا وبايقينا يا اخوي. طوارع شيخ ابو خفت دوار. طوارع نعم لو سمحت في حريق في البيت اللي جنبي. طوارع نعم اخوي عندنا عامل طايح على راسه الطابق الاول. طوارع نعم. طوارع عمليات. طوارع نعم. الان خلال اسبوع للتعرف بالتأكيد عن الوضع الأمني في المملكة، ننتقل لغرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، ومعانا عبر خط الهاتف الملازم أول معاذ الفيحاني. مسيك الله بالخير. بالنور والصحة والعافية. يا هلا ومرحبا عليكم على المسلمين الكرام، كل خير. يا هلا ومرحبا. يا هلا ومرحبا. هلا بكم. تلقت غرفة العمليات الرئيسية خلال الأسبوع عدد 2570 بلاغ في 24 ساعة، 324 بلاغ. من أهمهم وردنا بلاغ عن الشبه حريق في منزل منطقة بوري، في أشخاص بالداخل محشورين. الفور تم إرسال آلية الدفاع المدني والإسعاف والدوريات، وعند وصولهم تم إخماد الحريق من قبل الدفاع المدني، وتبين الحريق في الطابق الأرضي في غرفة وتضررت من الحريق والدخان، والأشخاص المحشورين كانوا في الطابق الثاني تم إخراجهم من قبل الدفاع المدني. تعرض أحد الأشخاص لإصابة، عند الكشف عليه تبين أنه ما يعاني من حروق بس آلام في الجسم، وتبين أن سبب الحريق هو أهمال طبعا بخور مال الملابس وهو اللي سبب الحريق. هذه من أهم البلاغات اللي ردتنا هالأسبوع. يعطيك العافية الملازم أول معاذ الفيحاني، شاكرة لك هذا الإيجاز السريع، وشاكرة لطبعا تواصلكم الدائم مع معانا ومع المواطنين والمقيمين في تلقي البلاغات اللي ترد لغرفة العمليات الرئيسية. يعطيكم العافية. الله يعافيك، عساكم معذورة إن شاء الله. من الملازم أول معاذ الفيحاني بغرفة العمليات الرئيسية، ننتقل أعزائي المستمعين إلى غرفة العمليات والمراقبة المرورية، ومعنا على الخط النقيب خلود يحيى. مساك الله بالخير نقيب خلود.
مساك الله بالنور رائد علي نجم وسالة مريم وعلى طاقم البرنامج وعلى جميع المستمعين الكرام. يا مرحبا وسهلا. نقيب خلود، لو تطلعين بس على آخر المستجدات والبلاغات اللي تلقيتوها وبشرتوها في غرفة العمليات والمراقبة المرورية. نعم، طبعا تشهد حاليا جميع شوارع المملكة انسيابية الحركة المرورية، إلا أنها طبعا بعض الشوارع توجد فيها كثافة مرورية كشارع الشيخ عيسى بن سلمان، وكذلك شارع الشيخ خليفة بن سلمان، جسر الشيخ خليفة بن سلمان، شارع الفاتح وشارع الملك فيصل، وكذلك شارع جابر أحمد الصباح. إلا أن طبعا تواجد الدوريات وانتشار أفراد الشرطة في طبعا تلك الشوارع الرئيسية والتقاطعات لتعمل على انسيابية الحركة المرورية. طبعا في الختام، الإدارة العامة للمرور تدعو جميع مستخدمي الطريق التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية حفاظا على سلامتهم. يعطيك العافية نقيب خلود. طبعا احنا مثل ما قلتي، بعض الشوارع تشهد بعض الازدحامات، ولكن وجودكم انت وبفضل جهودكم كإدارة عامة للمرور في مملكة البحرين، هذه الجهود قاعدة يعني مثل ما نقول تخلي الحركة المرورية في انسيابية دائمة. شكرا لكم كل هذه الجهود حقيقة، ونتمنى لكم التوفيق. أعزائي المستمعين، بنطلع الآن إلى فقرة دردشة الخميس بعد الفاصل. دردشة الخميس. مستمعينا، وصلنا معكم طبعا لدردشة الخميس. موضوع دردشتنا هذا الأسبوع رائد علي، طبعا ما راح يكون طبعا بعيد عن موضوع حلقتنا الرئيسي، وهو متعلق طبعا بالسلامة العامة، ولكن لفئة جدا مهمة في حياتنا جدا مهمة بالتأكيد، وهي فئة طبعا الأطفال. مو بس مهمة في حياتنا مريم، مهمة حتى لمجتمعنا. هي الفئة ذي هي نواة المجتمع بالتأكيد. هم أطفال راح يكونوا طبعا رجال المستقبل بإذن الله. طبعا يعني مثل ما نعرف، سلامة الأطفال أمر جدا مهم وضروري طبعا، ويمكن يعني الإصابات اللي ممكن يتعرضون لها الأطفال أمر لابد منه. يعني هذه الأمر طبعا نتيجة طبعا نموهم، حب الاستطلاع لهم، مثلا نقول يعني بتنشئتهم ايضا. يعني طبيعه تنشئتهم، سواء كانت الاصابات جرح، خدش، كسر، بعيد الشر، مسؤوليه الاباء جدا مهمه في هذا الجانب. جدا يعني من الضروري ان اولياء الامور ان يراقبون ابنائهم. يعني احنا ما نقول ان يعني لا سمح الله ولدك او ابنك تعرض لإصابة معناته الامر او سبب يرجع لك انت ان انت اهملت منه. هذه في النهاية امر قضاء وقدر. الطفل معرض لي ان يكون معرض لإصابة. لكن المراقبة جدا مهمة اخوي. هو شوفي، يعني انا مريم ما اسميها مراقبة مثل كثر ما اسميها متابعة او حماية. لان ليش؟ الطفل اليوم إذا أنت أهملت متابعته، إذا أنت عطيته مثلا، خلينا ناخذ مثال، عطيت الطفل أنت اليوم تلفون في يده، طفل صغير لحد الآن ما يعرف حق الحياة، لحد الآن ممكن طبعا عنده محيط، عنده المدرسة، عنده الشارع. فأنت اليوم إذا ما تتابع طفلك بغرض حمايته طبعا، ممكن ذي الطفل تتعرض سلامته للخطر أيا كان نوع الخطر. احنا ما نتكلم اليوم عن الخطر اللي هو خطر انه يطيح برع في الشارع، ولا الخطر ممكن ييله اليوم من التلفون. صح. الخطر اليوم ممكن ييله من لعبة، خلينا نقول البلاي ستيشن مثلا. احنا ما ندري من يكلمه، من يتعرض له، من حتى في محيط المدرسة. لازم انت تتابع طفلك في المدرسة، لازم تسأل عنه، لازم تسأله هو عشان يعرف ان انت قاعد تتابع. عندك في البيت اليوم، في البيت أنا ما أترك ولدي أو أترك عيالي مثلا في البيت بدون رقابة، بدون متابعة، بيلعبون برا مثلا عندي في الحوش، ولا بيلعبون حتى في أي غرفة من الغرف. أنا بين فترة وفترة آي أطلع عليهم، آي أتأكد منهم، آي أتأكد من أحوالهم، أمورهم تمام.
الأشياء الخاطرة مثلا مريم يعني استخدام أدوات المطبخ. اليوم الطفل مثل ما قلتي أنت مساعة قلتي نقطة وايد مهمة، فيهم فضول، الأطفال فيهم فضول، أنت ذي الفضول هو مو عيب أن الطفل يشبع فضوله، لكن بحدود، بحدود أنت بمتابعتك، أنت خلي يشبع فضوله، ما خلي الطفل يستخدم لي أدوات المطبخ الخاطرة، مثلا يستخدم لي الغاز بس بهدف أنه هو يتعرف على شنو ذي، شلون يستخدمونه، شلون كذا، أو يستخدم لي مثلا السكين، أو يستخدم لي، فهني هني الإشكالية، هني الخطر. فالمتابعة من قبل مثل ما قلتي الأبوين جدا 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 مهمة، وعامل يعني مساعد بشكل كبير في أنه ما أنه هو يحميهم من أو يحمي سلامتهم من أي خطر. أما إذا أنت تابعت وخدت جميع الإجراءات والاحترازات وبعد صار الشيء، فهذه طبعا إحنا مثل ما قلنا قضاء وقدر. يعني خلا أتكلم أخوي أبو طلال عن جزئية ثانية، وهي طبعا إحنا قاعدين نشوف أنه تحسن الجو، بدأ شوي نسمات الجو البارد قاعدة تهب علينا، يمكن الحين الأسر قاعدة تتجه طبعا أنها تروح للسواحل. نعم. ممكن حفلات الشواء المنزلية وغيرها هذه راح طبعا تكثر في الأيام الجاية. من الضروري طبعا احنا نهمل سواء كنا بنولع نار لي طبعا حق التشوي وغيره، او في الايام المقبله مع زياده البروده للتدفئه. يعني انا ما اترك ولدي طبعا يلعب دار ما دار النار، واسم الله عليه لو صاده شرار ولا شيء ولا تعرض لحريق بقول والله هو مثل ما نقول احنا شطانه يهال. لا، هذه واجب صح. عليك انت كأم وابو صح، لازم تتركهم بعيد. أوكي معلي، لعبوا يا جماعة عيالكم، خلوهم بعيد عن يعني النار، سواء كانت أنت بتشوي أو كنت يعني بتخليها حق تدفئة أو غيره. نقطة أيضا مهمة بعد أخوي، سلامة الأطفال في اللي هو مثل ما نقول سلامتهم من الكهرباء وايد مهمة، يعني خصوصا السن يمكن هذه الصغار ذي اللي توهم بدأوا يمشون ويحبون وذي، يمكن حبهم حق الكهرباء والسويتشات بالعام مثل ما نقول شيء مو طبيعي. اي لا، يحبون يتعبثون. اي يعني يحب يسحب واير، يبي يسحب واير، يبي يدخل قلم في الدي، يبي يدخل يعني قفشه شيء، يعني دائما دائما تشوفين الاطفال مثل ما قلتي يحب، في فضول. اي نعم، في فضول الطفل. اليوم انت مو بس فيها، مو بس في ذي الامور، يعني مثل ما قلتي الجو تعدل والناس بدات تروح الاماكن او المتنزهات المفتوحه. أنت هناك في المكان لا تغفل عن ولدك. صح. يعني مو أنت بعد مستانس، ومو أنت مستانس وفي حفلة شواي مثل ما نقول، ولا رايح لمثلا منتزه معين ولا، وخذك الجو وتنسى الياهل. صح. لأن في ممكن حوادث تصير، يعني يضيع، ممكن يضيع الياهل. هاي أبسط شيء ممكن يصير إذا أنت في مكان عام، ممكن الياهل يضيع. فعينك دائما لازم تكون على الطفل نفسه، ما ننسى روحنا، ما يعني ذي ان ما نروح ما نطلع مع عيالنا ما نستانس، لا نستانس ونروح ونطلع بس ما ننسى عيالنا. يعني يمكن الحديث في الموضوع يمكن واسع ومتشعب كثير، ويمكن احنا وقتنا يمكن ما يسع ان احنا نسترسل طبعا، ولكن نوعدكم طبعا ان احنا نسلط الضوء اكثر طبعا على هذا الجانب في الحلقات الجاية. ولكن رسالتنا قبل ما نختم الفقرة، ثلاث ذات اكبادكم، هلا هلا فيهم، حطوا بالكم عليهم، سلامتهم من سلامتكم. يعني جدا مؤلم لما تشوف ابنك او بنتك مصاب، خصوصا لما يكون جرح خطير بعيد الشر او كسر ولا غيره. نتمنى طبعا احنا السلامه للجميع سواء آمين. كانوا اطفال او كبار. وبكذي طبعا احنا وصلنا لختام هذه الفقره. امن الوطن واجبنا كلنا. اشراقه امل، اشراقه امل، إشراقة أمل. أنا استفدت من خروجي من السجن، كنت أيام ما أنا كنت في السجن ما عارف وش أسوي وش ما أسوي، أما أنا اليوم أنا خارج السجن بالعكس أنا تطورت من حياتي للأفضل، اشتغلت وقعدت بين أهلي زين،
ولو كنت أنا في السجن اليوم أنا ما وصلت في خلال هالسنتين اللي طلعت فيها، طورت من حياتي. وأشكر الله والملك على خروجي من السجن، الحمد لله رب العالمين. رجعنا لكم أعزائي المستمعين ومع موضوع الحلقة الرئيسي لهذا الأسبوع، واللي بنتكلم فيه عن مفاهيم أو تعزيز مفاهيم السلامة العامة مع دخول فصل الشتاء. طبعا الحين مثل ما قلتي مساء مريم إن الجو تعدل وبدأ الهواء على قولة الناس يصير نسناس شوي، أي فالهواء شوي بدأ يصير بارد. فطبعا أكيد يعني من المهم جدا مع دخول وقت الشتاء أن يتم تعزيز السلامة العامة، خاصة الأمور المتعلقة بتوفير الحماية والسلامة داخل المنزل، ومنها طبعا استخدام وسائل التدفئة وأيضا التعامل مع تداعيات الأمطار والسخانات وغيرها من الأشياء. بالتأكيد طبعا يعني لابد لنا ان احنا نقف على موضوع السلامه واهم الاشتراطات والارشادات المتعلقه طبعا بتوفير الحمايه والسلامه، واللي يجب علينا ان ناخذها ونحطها في اعتبارنا خصوصا مع بدايه دخول طبعا موسم الشتاء. راح نتوسع طبعا مستمعينا في هذا الموضوع مع ضيفنا الموجود معنا في الاستديو الملازم اول محمد ابراهيم الرئيس، ضابط اعلام وعلاقات عامه بالاداره العامه للدفاع المدني. مسيك الله بالخير الملازم أول محمد. مسيك الله بالنور جميعا وجعل جميع المستمعين. يا هلا. يعني خلنا نتكلم الملازم محمد في البداية طبعا عن مثل ما نعرف يمكن في كل موسم الإدارة العامة للدفاع المدني تستعد للمواسم سواء كانت صيف أو شتاء أو غيره، فشلون استعدت الإدارة العامة للدفاع المدني لموسم الشتاء هذا العام؟ طبعا هالعام استعداداتنا ما تختلف عن أي موسم آخر. الإدارة العامة للدفاع المدني متمثلة في غرفة العمليات تعمل على مدار ساعة لاستقبال البلاغات وإرسالها إلى المركز المعني للتعامل معه بشكل احترافي ومطلوب. الشيء اللي ممكن يختلف أنه في مكتب علاقات العامة والتوعية يركز طبعا على الأمور اللي تخص الشتاء في حملاته. طبعا بدورنا إحنا راح يكون عندنا هنا محاضرات توعوية وتثقيفية للأخوة المواطنين والمقيمين، بتكون من خلال زياراتنا للمجمعات التجارية والمدارس، بيكون هناك في توزيع للبروشورات والمطويات والهدايا، وإن شاء الله من خلال هذه الحملات نوصل إلى أهدافنا المرجوة إن شاء الله بإذن الله. طبعا حوادث الحرائق ملازم محمد يعني تزيد بشكل خاص في فصل الشتاء. من خلال اللي تتلقونه أنتوا في غرفة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني من بلاغات، شنو نوعية الحرائق اللي يتم التعامل معها وتكثر في فصل الشتاء؟ أكثر الحوادث والحرائق اللي نشوفها في فصل الشتاء هي حرائق الدفايات وسخانات الماء وأيضا تجمع الأمطار. طبعا الكثير من الناس ما يعي خطورة هالشيء وما عنده المعرفة الكافية على كيف يعني انه يتعامل مع هذه الامور، فاحنا طبعا ننصح جميع المواطنين لاتباع جميع التعليمات الآمنة، وعلى رأسها انه ما نخليها تعمل على مدار الساعة يوميا. اي نعم. يعني طبعا يعني خلنا نتكلم الملازم اول، في حال طبعا وجود حريق لا سمح الله، شنو الخطوات اللي يجب على الشخص انه يقوم فيها لحين طبعا وصول الجهات المعنية؟ طبعا في البداية احنا دائما ننصح عدم الارتباك والالتزام بالهدوء. بعد ذلك الاتصال على 999 وطلب مساعدة الدفاع المدني. بعدين الإخلاء. بعد ذلك إذا كان الحريق بسيط ومن الممكن مكافحته باستخدام أي من المعدات السلامة الموجودة في الموقع فليعمل ذلك بحذر.
أيضا إن استطاع أن يقطع التيار الكهربائي فليعمل ذلك، إذا لا فليخرج من الموقع ويتواصل مع الجهات المعنية لحين وصولهم. يمكن أكثر الأشياء أخوي محمد، يعني أكثر الناس خلينا نقول في مجموعة من الناس يعني تغفل بعض الأمور شلون يتعاملون مع الحرائق. أكيد أنتوا لكم إجراءات يعني توعوية في ذي الجانب مثل ما ذكرت، طبعا مع بداية دخول فصل الشتاء، وهذا شيء أكيد أن الدفاع المدني راح إجراء راح يتخذه. لكن اللي حبيت أنوه له هني أن مهم يعني يا جماعة الخير أن نثقف نفسنا في كيفية التعامل مع الحرائق، لأن الصدمة ممكن أنت إذا ما عرفت شلون تتعامل مع صدمة وجود حريق عندك في المنزل ممكن يعني تؤدي إلى كارثة عندك في النهاية. لكن مهم جدا على الشخص أتوقع إذا تتأيدني أكيد محمد يعني أنه يكون عنده رباطة جأش، ويكون عنده أيضا إن صح التعبير المام ثقافة وهدوء في التعامل مع المشكلة اللي صايرة. احنا ما نقول هدوء يعني قاعد مكانك يمكن احد يفهمه، لا قاعد مكاني وهذا والبيت يحترق ولا الغرفة تحترق، لكن لابد انه يكون عندك ثقافة ويكون عندك المام تام وايضا هدوء في التعامل مع المشكلة. لما نتكلم يمكن ذكرت قبل شوي عن سخانات المياه محمد، لما نتكلم عن سخانات المياه نشوف انه يعني البعض بدأ يستخدم أو يشقلها، بدأ يشقل السخانات، لأن صراحة يعني خاصة في الليل شوي الجو يكون أبرد من النهار، فالبعض بدأ يستخدم السخانات في المنازل. شنو ممكن النصائح اللي أنت تحرص أن الناس تحرص على الناس أن ينتبهون لها في مثل طبعا عشان يتجنبون الحوادث اللي ممكن تصير من انفجار السخان أو حدوث التماس كهربائي؟ كل تأكيد طبعا بلاغات سخانات الماء كثيرة في فصل الشتاء من خلال إحصائياتنا بالتعاون مع مكتب التخطيط والتطوير في الإدارة العامة للدفاع المدني. طبعا في أمور وفي اشتراطات يجب على الفرد أنه يتبعها عشان يعني يقلل من خطورة هالأمر. طبعا احنا دائما ننصح أن اختيار سخان المياه لازم يكون اللي تتوفر فيه علامة الجودة حسب مواصفات السلامة المعتمدة. أيضا من الضروري أن سعة السخان تتناسب مع معدل الاستهلاك اليومي للمياه لدى أفراد الأسرة، وبعد دائما نتأكد من توفر صمام الأمان بالمنتج. طبعا هو في الكثير، يعني أنا يعني بتكلم عن بعض من الاشتراطات اللي نعم. الضرورية وأهمها اللي يجب أن يكون السخان محتوين جميع أجهزة الوقاية مثل الترموستات ومنظم الحرارة. يجب التأكد باستمرار من أن منظم الحرارة يؤدي عمله بكفاءة. يجب تنظيف وعاء السخان قبل فصل الشتاء، وفي حال حدوث أي خلل لا سمح الله يمنع استخدامه ونستدعي الشخص المختص الفني لصيانته. وأخيرا يجب أن تكون جميع التوصيلات الكهربائية معزولة جيدا عن الماء. ونحن بدورنا نحرص على السادة المستمعين والسيدات المستمعات أنهم ينتبهون لمثل هذه الأمور، لأن هذه الأمور جدا مهمة، وجنبهم أيضا تعرض لمثل الحوادث، هذه حوادث التماس الكهربائي في السخان لا قدر الله، لأن في يعني في فترات مضت في ناس افقدت ناس عزيزة عليها بسبب اهمال هذه الامور البسيطة اللي لو اتبعناها ما صارت هذه الحوادث. لكن مثل ما نقول قضاء وقدر، والواحد ينتبه حق الجاي. اعزائي المستمعين بنطلع فاصل غنائي ومستمرين ان شاء الله بعد الفاصل مع ضيفنا في الاستوديو. يا هلا ومرحبا من جديد مستمعينا. طبعا في الجزء الأول من الحلقة وموضوعنا الرئيسي تناولنا طبعا مع ضيفنا الملازم أول محمد إبراهيم الرئيس ضابط إعلام وعلاقات عامة بالإدارة العامة للدفاع المدني عن عدة أمور، عن استعداد الدفاع المدني لموسم الشتاء وما يقومون به طبعا من حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين والمقيمين. تطرقنا عن حوادث الحرائق وشنو الأمور اللي
يعني يجب على المواطن أن يكون فيها طبعا لا سمح الله في حال طبعا وجود حريق في المنزل. تطرقنا أيضا لسخانات الماء بشكل عام والأمور طبعا اللي يجب الانتباه لها طبعا لتجنب وجود أي حوادث مؤسفة مثل ما قلنا سواء كانت انفجار سخان أو التماس كهربائي. الملازم أول يعني محمد يمكن الحين مثل ما قلنا طبعا احنا داخلين على موسم الشتاء و يعني درجات الحرارة تستمر طبعا في التدني والناس طبعا راح تبدأ تستخدم الدفايات يعني بأنواعها المختلفة. يمكن احنا قبل ما نطلع الهواء تكلمنا تحت الهواء ان هناك في طبعا دفايات وأنواع كثيرة وللأسف في نوع أيضا تسبب اختناق يعني وتعرض طبعا الناس للخطر. يعني في أيضا بعض الناس يهمل أمور السلامة والوقاية عند استخدام الدفايات. فشنو هي أبرز الاحتياطات اللي يجب علينا طبعا مراعاتها في هذا الجانب؟ طبعا احنا في البداية كلنا نتفق أن الدفايات هو الخيار الأول لجميع الأسر في فصل الشتاء. نعم. طبعا في أمور عديدة احنا يعني في حملاتنا التوعوية نركز عليها. في البداية دائما نوصي ان يعني وضع الدفاية في المكان لازم لا يقل عن 5 أقدام بعيدا عن اي مواد قابلة للاشتعال. هاي يعني شيء مهم جدا. ايضا نتأكد من نوع الدفاية ما تكون رديئة الصنع وغير معتمدة. أيضا دائما ننصح بعدم استخدام المواد القابلة للاشتعال للتدفئة في المنزل مثل الخشب، الفحم، الشموع، هاي نتركها عنا وخاصة في غرف النوم. أيضا من الضروري عدم ملاصقة الدفاية للأسرة والمفروشات والأشياء الخشبية والستائر، يعني هالأمور نبعد الدفاية عنها. عدم استخدام توصيلات كهربائية، عدم استخدام توصيلة كهربائية إطلاقا، والاكتفاء بإيصال سلك الدفاية الأصلي بالكهرباء مباشرة، يعني ما نستخدم المحولات الكهربائية. أيضا الدفاية تتسبب في الحرائق نتيجة ساعات وضع الأقمشة والثياب والملابس عليها، هذا أيضا شيء خطر جدا. ومثل ما أيضا تفضلتي أن بعض من الدفايات يعني تسبب التسمم أو الاختناق بسبب غاز أول أكسيد الكربون. وفي النهاية طبعا ضرورة القيام بتوعية العمالة الوافدة بمخاطر استخدام وسائل التدفئة التقليدية. يمكن أنت ذكرت محمد نقطة مهمة اللي هي نقطة الدفايات أو نقطة الاستخدام وسائل التدفئة. في ناس يعني تستخدم وسائل التدفئة التقليدية، يمكن هي تكون بعد يكون لها خطر أكبر من وسائل التدفئة، خلينا نقول نصح التعبير اللي تشتغل على اللي هي الأجهزة الكهربائية. نقطة الاستخدام محمد الفحم، في ناس تستخدم الفحم وتحط لك في مكان مغلق زين، تحط لك يحط له منقلة في الحجرة ويحط فيها الفحم ويوري الفحم ويخليه ويرقد. فالمكان يعني إذا كان محكم، يعني قبل لا ندش على الهواء أنت يمكن ذكرت إذا كان المكان محكم ومغلق فممكن يسبب حتى توصل للوفاة. الوفاة بالكل تأكيد يعني. طبعا الفحم احنا نخليه حق الأماكن المفتوحة فقط. نعم. أماكن داخل البيت هاي يعني أمر خطر جدا جدا ويجب أن نبتعد عن هالشيء. طيب احنا يمكن تكلمنا عن السخانات، تكلمنا عن وسائل التدفئة. احنا قاعدين نتكلم اليوم عن يعني بما أن احنا كلامنا قبل شوي كان عن السلامة الوقائية وأن احنا لازم نرفع معدل الوعي عند الناس، الوعي المجتمعي. جهودكم انتم كإدارة عامة للدفاع المدني، يمكن ذكرت انت في البداية ان احنا نقوم جهود توعوية والحين بنطلق حملات توعوية خاصة مع دخول فصل الشتاء.
ممكن توضح لنا هذه الجهود أخوي محمد؟ طبعا شوف، توعية دور هام في سلوك الفرد داخل المجتمع. نعم. يعني لازم ومن الضروري أن يكون الفرد واعي في كل الأمور عشان تقل إن شاء الله المخاطر، وإذا كان في مخاطر أو حوادث أو حراق إن شاء الله يعني نطلع بأقل الأضرار. فالإدارة العامة للدفاع المدني طبعا تكثف المحاضرات التوعوية للمواطنين والمقيمين وإطلاق حملات ميدانية في الأماكن المفتوحة اللي يعني مفتوحة والعامة، اللي تستهدف طبعا جميع شرائح المجتمع البحريني. طبعا من خلالها يعني نزور الكثير من المدارس، من المجمعات التجارية وغيرها من أماكن، نحاول نوعي المرتادين بالتصرفات الخاطئة، يتم من خلالها توزيع المطويات، البروشورات، الهدايا التذكارية، يعني عشان نوعي أفراد المجتمع البحريني. وإحنا دائما أيضا نطلب من الجميع في حال يعني لا سمح الله وجود أي حادث أو أي حريق، أن الشخص لا يتردد بطلب المساعدة والاتصال على 999. من ضمن دي الجهود لاحظت في الفترات السابقة طبعا، وطبعا أنا متأكد أن الإدارة العامة للدفاع المدني لازالت مستمرة على هذا النهج، في تعاون بينكم وبين القطاع الأهلي في تدريب ناس في القطاع الأهلي على دورات السلامة العامة، فهل لحد الآن طبعا هذه الجهود أكيد مستمرة لحد الآن؟ نعم، مجلسة التدريب في الإدارة العامة للدفاع المدني تحتضن الكثير من هذه الدورات. نعم. طبعا يعني في دورات عديدة، منها الإسعافات الأولية وغيرها والسلامة في المنزل، يعني احتضنت مجلسة التدريب الكثير من الدورات، ولله الحمد يعني النتائج كانت جميعها مثل ما احنا طمحنا لها. وأكيد هذه طبعا راح يكون عامل مساهم بشكل كبير في رفع الوعي المجتمعي لدى الأفراد طبعا في مملكة البحرين. بالتأكيد. يعني الملازم أول محمد، يعني مثل ما ذكرت الحملات التوعوية وجهودكم التثقيفية لتثقيف المواطنين والمقيمين طبعا جهود كبيرة، يمكن احنا نشوفها كموظفين في وزارة الداخلية وأيضا المواطنين والمقيمين طبعا يشوفون هذه أيضا. لكن نصيحة طبعا، يمكن احنا اليوم احنا تطرقنا لعدة أخطار ولعدة مخاطر يتعرضون لها، ممكن يتعرضون لها المواطنين والمقيمين في فصل الشتاء، شنو الرسالة اللي حاب توجهها عبر إذاعة مملكة البحرين لمن يستمع لنا، للمواطنين بالتحديد والمقيمين للوقاية من هذه الأخطار في ختام لقائنا معك؟ طبعا احنا ندعو كافة المواطنين والمقيمين العمل بالمقولة الشهيرة، الوقاية خير من العلاج. في البداية أنا أنصحهم جميعا باتباع جميع شروطات السلامة أينما كانوا. يعني دائما اللي يتبع شروط السلامة إن شاء الله ما يصيده الضرر أو الحادثة. أيضا في أمور أن نطلب من الجميع توفير يعني معدات السلامة داخل، سواء داخل المنزل، داخل المدرسة، داخل المجمع التجاري، فهذه أكيد إن شاء الله راح تساعد على تخفيف الضرر إن حدث لا سمح الله. ومن أهم الأمور اللي يجب على أفراد المجتمع أن يعني يوفرونها هي طفاية الحريق مثلا، معدات الإسعافات الأولية، كاشف الغاز وكاشف الدخان. هذه الأمور مهمة يعني أن تكون معاهم في جميع الأوقات لتخفف الضرر إن شاء الله. لا زال في ناس المشكلة يعتقد بأن هذه الأدوات فقط تكون موجودة في المجمعات التجارية أو الشركات أو الأماكن ذي، مع أن هي ذي الأدوات هي جدا مهمة جدا، أو جدا مهم وجودها في منازلنا إحنا حماية لنا، مثل ما تفضلت ملازم أول محمد الرئيس من الإدارة العامة للدفاع المدني. شاكرين لك تواجدك أخوي محمد ويانا في الاستوديو، صراحة كان لقاء جدا شيق وأثريتنا بالمعلومات وبأيضا جهود الإدارة العامة في الدفاع المدني، ونتمنى أن تكلل هذه جهودكم دائما بالتوفيق لكم جميعا ضباطا وأفرادا في الإدارة العامة للدفاع المدني. طبعا أعزائي المستمعين، احنا وصلنا إلى ختام لقائنا مع الملازم أول محمد الرئيس، وأيضا وصلنا معكم للأسف الشديد إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنا معكم على مدار ساعة، تقريبا ساعة كاملة على الهواء مباشرة في برنامجكم الأسبوعي الآن.
طبعا نذكركم مستمعين أن حلقة هذا الأسبوع بيتم رفعها لاحقا طبعا على قناة اليوتيوب الخاصة بوزارة الداخلية MOI_بحرين، ويمكنكم طبعا عبر ذلك الاستماع لها لمن لم يستطع طبعا الاستماع لنا مباشرة. نتمنى لكم طبعا إجازة سعيدة وآمنة، تقبلوها طبعا مني محدثتكم مريم محمد ومن أخوي العزيز الرائد علي نجم بطلالة. استانسوا في الويكند، والله يعطيكم الصحة والعافية جميعا، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. في أمان الله. في أمان الله.